بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيادي خفية تحرض على العنف والفوضى بتركيا، هجمات ضد الأجانب والشرطة، من يقف وراء ذلك؟ وماذا قال كاراغول عن هذه المحاولات لإسقاط الحكومة وتحدي الرئيس رجب طيب أردوغان؟ أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شهد حي ألطندغ في العاصمة التركية أنقرة أمس الأربعاء أحداث عنف إثر مقتل مواطن تركي يبلغ من العمر 18 عاما على يد مواطن سوري، مما دفع البعض للقيام بأعمال عنف شملت الاعتداء على ممتلكات ومنازل ومحلات السوريين هناك، فضلا عن رشق سيارات الشرطة بالحجارة. وعقب تلك المواجهات التي انتهت بمقتل شاب تركي، ثارت مجموعة من الأهالي في الحي لتقوم بأعمال عنف شملت الاعتداء على ممتلكات ومنازل ومحلات سوريين هناك دون التفريق بين المذنب والبريء. تتابع يعني شفق في هذا السياق، وبينما قامت قوات الشرطة والأمن التركية بالتدخل على وجه السرعة، قام البعض برشق سيارات الشرطة بالحجارة. ما الذي يحدث؟ تتساءل يعني شفق. بدأت مشاجرة كلامية بين مجموعتين من الأتراك والسوريين في حديقة عامة بحي ألطنداغ في العاصمة أنقرة، لتتوسع المشاجرة إلى اعتداء بالسكاكين أسفرت عن مقتل الشاب التركي أمير هان يالجن 18 سنة وإصابة آخر يدعى علي ياسين جولر على يد السوري يا ألف. وبعد نقل يالجن إلى المستشفى وعلى الرغم من كل المداخلات الطبية والإسعافات فقد حياته هناك، بينما بقي الآخر مصابا، أما المتهم فقد ألقت قوات الأمن القبض عليه. وعقب هذه الحادثة شهد الحي أعمال عنف جسيمة فاقت حدود المعقول وتسببت بإيذاء وإلحاق الضرر بأناس أبرياء. من جانب آخر، قيم مراقبون ما جرى أمس على أنه نتيجة السياسة الاستفزازية والمحرضة على الاعتداء ضد اللاجئين التي تقوم بها بعض أوساط المعارضة في تركيا. وكان مكتب ولي أنقرة قد صرح أمس الأربعاء في وقت متأخر ضمن بيان أنه تمت السيطرة على أعمال العنف في حي ألطنداغ بفضل حفاظ مواطنين على هدوئهم والعمل المكثف الذي قامت به قوى الأمن. وطالب البيان المواطنين الأتراك بعدم الانصياع للأخبار والمنشورات التحريضية والتزام الهدوء. انتقادات واسعة، يشار إلى أن ما جرى من أعمال عنف طالت مهاجرين سوريين بريئين لاقى ردود فعل واسعة من قبل مسؤولين وسياسيين وصحفيين أتراك. وكان رئيس الهلال الأحمر التركي انتقد ما جرى عبر تغريدة على حسابه في تويتر استهجن خلالها الاعتداء على منازل الناس ليلا، مشيرا إلى أن عددا من اللاجئين تقدم بالشكوى لدى الهلال الأحمر وأطلعوهم على قلقهم إزاء حياة أطفالهم. وندد كرم بما جرى مؤكدا على أن ذلك خارج نطاق الإنسانية والحقوق والأخلاق، وشارك صورة طفل سوري أصيب جراء تلك الاعتداءات ونقل إلى المستشفى، مناشدا المواطنين الأتراك بعدم فعل ذلك. من جانبه اعتبر رئيس تحرير يعني شفق السابق إبراهيم كاراغول أن أيادي خفية تهاجم تركيا من الداخل والخارج، لافتا إلى أن ذلك بات واضحا في الآونة الأخيرة. وأشار كاراغول إلى أن الأعمال التحريضية بدأت أولا بإثارة النقاش حول السوريين، ثم تطورت إلى حرائق الغابات، ثم إلى تأجيج الوضع عبر أكذوبة هجرة الأفغان غير الشرعية، وأخيرا دعوات صريحة لمهاجمة السوريين. وتعمد بعض أوساط المعارضة في تركيا على رأسها حزب الشعب الجمهوري إلى التحريض ضد اللاجئين ومعاداة الأجانب كورقة يستثمرونها من أجل الوصول إلى السلطة. نتابع مع حضراتكم أبرز ما جاء على لسان إبراهيم كاراغول. الوكالات والقواعد وتنظيمات مواقع التواصل الاجتماعي وعصابات الصحفيين الممولين يحاربون تركيا. يتكلم هنا عن إشعال شرارة جيزي بارك في 2013
وبعد كده بدأ ينتقل إلى المحاولات الحثيثة لمحاولة إسقاط الدولة التركية، وتحدث كذلك عن وكالات الإعلام وتحولها إلى قواعد تخطط للانقلاب من خلال إرهاب الشوارع، حيث أشار أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والأوروبية تقود تمردا شعبيا في شوارع إسطنبول في تنظيم صريح لتصدر التعليمات للجميع. كان ذلك يحدث أمام أعيننا لدرجة أن الناس أصبحوا يخشون الخروج من بيوتهم في إشارة لهذه المظاهرات المدعومة أمريكيا. ثم تحدث عن القواعد السرية للعصابات الإعلامية والشراكات المستترة، وقال لقد كان هؤلاء هم القواعد التي انطلقت منها محاولة الانقلاب وسيناريو الحرب الأهلية الذي روجوا له تحت مسمى جيزي بارك، سعيا منهم لتنفيذ مخطط تحويل تركيا إلى نسخة جديدة من سوريا من خلال هجمات شرسة قادتها وسائل الإعلام آنذاك بالتعاون مع هذه القواعد وعصابات مواقع التواصل الاجتماعي وفرق الاستخبارات الغربية التي جاءت إلى اسطنبول إضافة لشركائهم داخل تركيا. ولقد رأينا وعلمنا في تلك الأيام من الذين تتعاون معهم كيانات السلطة المستترة والقواعد السرية والعصابات الإعلامية، وكيف يتعاونون معهم، وما هي الأدوار التي يؤدونها، وكيف شكلوا تلك الكيانات ودعموها، كما علمنا لغة الكراهية التي استخدموها وما كانوا يحملون تجاه تركيا من حقد وغيظ. أيضا يتابع إبراهيم كراجل متحدثا عن استخدام حزب الشعب الجمهوري كمخلب قط لمحاولة إسقاط تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، ويتحدث ويقول الآن يحشدون لتمردات محلية أمريكا وأوروبا والإمارات وحزب الشعب الجمهوري، نحن أمام استعدادات أكبر من أي وقت مضى، والآن يتجولون في صورة مجموعات صغيرة بالقرى التي تشهد حرائق محاولين إشعال فتيل موجات تمرد محلية عن طريق استغلال آلام الناس وغضبهم من أجل تحريضهم على الشر، فهم يصفون حساباتهم مع تركيا باستغلال أحزان الآخرين ودون أن يتنازلوا ولو قيد أنملة عن راحتهم ورفاهيتهم. وينهي إبراهيم كراجل قائلا لذلك يجب الكشف عن هوية كل من يخوض عمليات داخلية سعيا لإشعال فتيل الصراعات الاجتماعية، في إشارة هنا إلى ما يحدث ما بين هؤلاء المتطرفين واللاجئين السوريين، ومحاولة إضعاف الدولة والشعب والهجوم على القيم الدينية والوطنية وأبناء الوطن من المخلصين. يجب الكشف عن هوية كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والقواعد ذات مظهر الوكالات والتنظيمات والعصابات وإطلاع الشعب التركي عليها. يجب الكشف عن هوية هذه العصابات واتخاذ ما يلزم لمواجهتها ومعاملتها معاملة التنظيمات الإرهابية، ذلك أنهم جميعا يحاربون تركيا وشعبها وتاريخها ومستقبلها. فلا تنسوا أن تركيا هي مفاجأة القرن 21، لذلك فإن إيقاف تركيا يعتبر مخططا دوليا، وهذا هو حجم الكفاح الذي تخوضه تركيا. بذلك متابعينا الأعزاء نكون قد سلطنا الأضواء مع حضراتكم عن الأيادي الخفية التي تحرض على الفوضى داخل تركيا، وكيف قام إبراهيم كراجل وغيره بفضح ألاعيبهم والتحذير من هذه الأخطار على الدولة التركية. نسأل الله أن يحفظ تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان وأن يوفقهم دائما لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين. متابعينا الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.